من صدفان بدي رحب بكل سمع برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد ضمن برنامجنا كل يوم بيوم. ورح يكون عنا ضيفنا المقرر سلفاً بعد شوي، لكن بالجزء الأول رح نواكب حدث مر قبل ساعات، هو فيديو توزع عن إعدامات من المرتزقة أو الجيش العدوان الأذاري على الأسرى الأرمنية. كيف بيقرأ هذا الموضوع وهذا الفيديو وكيف التوجه القانوني للموضوع؟ رح نكون باتصال مع أستاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني. أهلا وسهلا فيك. إيه أهلا وسهلا فيكم، تحية لك طبعا بدون تحية كبيرة لك. شكرا لك دكتور، يلا إن شاء الله قريبا نشوفك معنا بالستوديو نربحك معنا. شرف لي، تحية كبيرة لك خاصة لدورك المهم والحلقاتك الحلوة اللي بتابعها. شكرا، وتحية طبعا لكل فريق العمل عندك بالإزاعة، وتحية أيضا لكل المشاهدين وضيوفك الكرام. تسلم تسلم. شفت الفيديو دكتور حسن جوني، شو تعليقك على هيدا الفيديو؟ وبالقانون الدولي كيف الواحد لازم يتصرف؟ وبالقانون الدولي شو توصيف اللي شفناه؟ يعني أولا قبل القانون الدولي، هذا الفيديو الواحد لا يستطيع أن يتصور أنه نحن في هذا العصر ممكن أن يشوف هذا مثل هذه المشاهد البشعة التي سلخت الإنسان من إنسانيته بمعزل عن القانون. لو في قانون لو ما في قانون، نحن أمام مشهد يعني كيف بأي دين بأي فكر بأي، هدول مش بشر. يعني من يقتل الأشخاص بهذه الطريقة، أن هناك انتهاك للإنسانية للإنسان للوجود الإنساني في هذه الدنيا عندما ترى مثل هذه المشاهد بقتل أشخاص استسلموا ومعوا. يعني هلا هذا يعني المهم نشير لهذه النقطة قبل ما نحكي بالموضوع القانوني، لأن الموضوع هو ليس فقط قانوني، موضوع إنساني. طبعا طبعا، يعني المنظر هيدا بيرجينا أنه الإنسان قديش هو الإنسان منه إنسان بهدول، ما ممكن يكونوا مثلنا يعني مثل أي إنسان آخر بهذه الدنيا. فيما لذلك إجا القانون هون تيجي يقول أنه هذه الأعمال ممنوعة محرمة محظرة، لا يجوز أنه الإنسان يعني يطلو حر ويرتكب مثل هذه الجرائم الخطيرة، يعني التي منذ الحرب العالمية الثانية يعني نظم القانون الدولي هذه المسائل. طبعا كان في قبل الحرب العالمية الثانية كان في أعراف هي التي أعراف دينية، أعراف مرتبطة بالأخلاق الإنسانية، كانت تمنع الإنسان أن يكون بمثل هذه الأعمال. نحن اليوم بالقانون الدولي الحديث الذي نتحدث عنه، هو طبعا جاء مع اتفاقية جنيف، أو طبعا قبل اتفاقيات لهاي 1907 التي تسير يعني الأمور أو تنظم الأمور في الحروب سواء في البر أو في البحر. ولكن الآن نتحدث عن اتفاقية جنيف الأربعة التي جاءت في مادة مشتركة، المادة 49 الأولى، 126 الثانية، 136 أعتقد من الثالثة. هذه المادة المشتركة بكل الاتفاقيات الأربعة كنص جاءت وتتحدث عن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف. فيما بعد جاءت المادة 85 من البروتوكول الأول وحددت بأنه في مادتها 85 فقرة 50 أي انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف يعتبر جريمة حرب، وبالتالي هذا الانتهاك يسمى جريمة حرب. هلا طبعا في المبدأ القانون الدولي الإنساني هو طبعا أنه أي هو في مبادئ عامة، مبدأ الأساسي أنه لا يجوز القتل حتى العسكري إن لم يكن هناك ما يسمى الأفونتاج ميليتير، لم يكن هناك عسكريا أو بوضعية، إذا ما كان بوضعية قتال أول شيء مش بس وضعية حبوسة لإلها، بس إذا حتى لو كان بوضعية قتال تنفترض سكنة وإنت بدك تقتحمي، إذا اقتحام هذه السكنة واحتلال السكنة ليس لديه ما لا يؤدي إلى أفونتاج ميليتير، ما بعرف كيف تسميها، إلى فائدة عسكرية، ما في ضرورة تحتل السكنة، لأنه أنت محدتك تعمل بالحرب مش مهمتك تحتل سكنات وتقتل بشر، مهمتك تأخذ، عم بحكي عن المقاتل، تؤدي إلى فائدة عسكرية ما. هذه نقطة مهمة جدا. فإذا
الانتهاكات الخطيرة القانون والأعراف السالمة من الأعراف الدولية المسلحة اتفاقيات جنيف. هذه اليوم نحن أمام انتهاك خطير. نقطة تانية المهمة بدي أحكي فيها بهالموضوع أنه جريمة حرب التي جاءت فيما بعد النادة الثامنة من الاتفاقيات من المحكمة الجنائية الدولية بتقول أنه هي جريمة اللي عم بحكي المادة وهي ذات المادة 85 مع فرق بسيط في البروتوكول الأول عام 1977 وفي نظام روما. جريمة الحرب هي طبعا إسقاط الأمان على جميع الأركان، يعني أنت ما فيك تعمل تقولي أنه الإصابة غدرا مثلا تيجي تصيب الأشخاص بشكل يعني غدر أو هني والله مطمئنين هي في الأمان ومطمئنين ومعطيني كل الأمان، ما فيك تيجي تقتلون. هون أنت ارتكبت جريمة خطيرة جدا. كمان في شيء اسمه الكارتيه، بالمعنى أنه أنت ما فيك ناس استسلموا وأصبحوا خارج المعركة كمان يتم قتلهم واستهدافهم. لذلك نحن اشتغلنا، أنا عملت الورقة لبنان في القانون الدولي العرفي مع اللجنة الدولية سيف الأحمر، كنا أكثر كل دول العالم بأسألت خبير في القاعدة يلي هي 156 بالقانون العرفي بتقول انه هيدي جرائم الحرب يلي ترتكب في هذه القاعدة هو انه القتل الاشخاص الذين استسلموا او الذين امنوا او الذين اصبحوا بالامان. الو عم بسمعك. عم بسمعك. تمام عفوا. هيدا مهم جدا. بعدين القتل العمد بالمادة 8 اللي حكيت عنها بنظام روما، قتل الأشخاص أيضا بالمادة 8 طبعا الفقرات، هون ما عم نحكي الفقرات، عم نحكي جريمة من الحرب بقتل إصابة أشخاص عاجزة عن القتال، جريمة الحرب بالقتل أو الإصابة الأشخاص هدرا. قلت أيضا عن الأشخاص إسقاط الأمان اللي جاءنا، ما فيك تقولي أنت أنه في أشخاص أمنوا. نعم. طيب دكتور جوني، فاذا القانون بعدنا في شيء مهم تنفيذ العادي. نحن سمنا هذا الفيديو شفناه انه في نوعا ما من الغدر. نعم. واهم كلهم بالماده 8 اخر فكره اذا سمحتي. تفضل. جريمه الحرب تتمثل في ماذا ايضا؟ في قتل او اصابه اشخاص عاجزه عن القتال. نعم. فالشخص عاجز عن القتال ما عنده شيء يدافع عن نفسه، يعني ما عديد هو عجز عن القتال وقال لك أنا استسلم، كيف تقتله؟ هيدي من أبشع الجرائم بالحرب. نعم. هيدي من أبشع الجرائم في الحرب لأنه بتخلي الأشخاص ما تعود تستسلم إذا عارف حالة أنه ما تعطيك الأمان. نعم. وهذا شيء يعني بيوصل يا قاتل يا مقتول، ما زال بالأساس رح يكون مقتول يعني. إيه لذلك أنه هيدي وحشية شفناها بالفيلم هيدا خطيرة جدا، ويعني لا يمكن أن لذلك الواحد ما بيقدر حتى يكفي الفيديو صراحة. صح. يعني من صح. بشاعتها. فنحن أمام باختصار بالقانون، نحن أمام جريمة حرب موصوفة كما قلت المادة طبعا مواد مشتركة فقية جنيف انتهاك جسيم، مادة 85 من البروتوكول الأول عبد هي تحت عنوان جرائم الحرب، وعدد أكثر من 35 جريمة حرب منها القتل الأشخاص العاجزين عن القتال، يعني خاصة الأشخاص استسلموا. هذه نقطة. وبعدين لا يجوز أعطاء أمر بعدم عطاء الأمان للمقاتلين، أنت بتقتلينهم أنا بعطيكم الأمان إذا بتستسلموا، هذا لا يجوز. أنك تقتلينهم لا أنا ما بعطيكم الأمان، أنا بدي أقتلكم حتى لو استسلمتوا، هذا ممنوع هذا الأمر، هذه جريمة حرب. ومن ثم كما قلنا المادة 8 مادة 8 لنظام روما نفس الجرائم باستثناء يمكن جريمة. نعم. أو جريمتين. دكتور جوني، كيف الواحد بيتوجه إلى أي محكمة دولية بيتوجه للمقاضاة هذا الجرم؟ هلأ هذا الموضوع بالقانون معقد، هلأ نحن اتفقنا أنها جريمة حرب بدون أدنى شك. أنا بحثت إذا ممكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية على أساس المادة 7 من نظام المحكمة، إبادة جريمة إبادة جنس، يعني كمان بدها بحث لنكون دقيقين وقانونيين، هذا يتطلب دراسة.
ولكن مش بعيدة عن جريمة ضد الإنسانية، لأنه إذا حصلت بشكل ممنهج ويعني إلى شروط. نعم. يعني نحن أمام جريمة بدون أدنى شك، حرب وجريمة ضد الإنسانية. هل هناك نية بإبادة شعب أو مجموعة بشرية تنقول أنه هذه جريمة إبادة جنس؟ يعني أجناس بيقولوها الإبادة الجماعية، طبعا ترجمة غلط، إبادة جنسيدة، جنوسايد. هذا بده بحث. نعم. يبقى سؤالك مهم، أمام هذا التأكيد نحن أمام جريمة حرب واضحة كما أعطينا النصوص. طيب، إلى أين، ما هي المحاكم المختصة؟ طبعا قبل كل شيء المحاكم الوطنية، يعني المحكمة الوطنية اللي ضحايا منها. نعم، يعني أرمينيا. طبعا مفروض يعملوا محاكم حتى لو كانوا الأشخاص غير معروفين، القتلة وهؤلاء ممكن يفتشوا الفيديو يسألوا عنهم إلى آخره، ولكن محاكمة بتصير ضد مجهول، يعني ممكن إذا ما عرفوا من هنا ولكن مجهول بالاسم ولكن معروف اللي لأي قوة عسكرية ينتمي. هذا واحد. بعد ما نخلص من المحاكم الوطنية بدنا نحط كل الاحتمالات. عادة نحن أمام صراع بين دولتين، هنا ممكن الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، بس ولكن شروط الذهاب إلى محكمة العدل الدولية صعبة. هناك شرط من ثلاثة شروط يجب أن توفر حسب المادة 36 من نظام المحكمة والمادة 37 كمان، هذا بده دراسة إذا هذه الشروط موجودة. قلت أنا شرط من ثلاثة، يعني و وليس أو، أو عفوا وليس و، يعني يا بده يكون دولتين موافقين، يا بده يكون في كلوز بمقدمة في دولة أنه هي توافق على الاختصاص المسبق، أو أيضا بده يكون في معاهدة تلحظ صلاحية المحكمة بالموضوع. المهم هذا موضوع معقد. نبقى نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية، أنا أعتقد أيضا في صعوبة، كون أنه بعتقد أنه ما بعرف إذا أرمينيا منضمة إلى المحكمة، بس بعتقد أنه إذا مش يعني يعني مفروض دولة من الدولتين تكون منضمة إلى المحكمة أيضا. هذا بده نرجع نبحث بهذا الموضوع لذهاب للمحكمة الجنائية الدولية. يبقى الاختصاص العالمي أيضا ممكن الذهاب إليه، وهذا ممكن يذهبوا إليه الأهالي الضحايا إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص العالمي. يعني في هذه الاحتمالات موجودة. يعني عم بستنتج منك دكتور جون أنه شيء صعب أنه الواحد يتوجه إلى المحاكم، بس في محكمة التاريخ ومحكمة الضمير ومحكمة الشعوب، هيدي الواحد ما في يهرب منها. صحيح تفضلتي فيه، لو قطعتك بعتذر. تفضل. نحن بموضوع الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي على لبنان وارتكاب المجازر التي يرتكبها، نحن عملنا شغل مهم بهالموضوع. عرفنا أنه ما قدرنا نروح على المحاكم الدولية، رحنا عملنا محكمة الضمير. لماذا؟ وهذا حصل أيضا بالفيتنام. نعم. اللي عملها راسل و بذاك الوقت وجان بول سارت. لماذا عملنا محكمة الضمير؟ لأنه اللي تفضلتي فيها فنطاتك، بس أخذت منك عبارة الضمير. لا بالعكس، عم تكمل الفكرة دكتور. بالعكس، لنقول للبشرية والإنسان القادم، أولادنا وأحفادنا، أنه صحيح ما قدرنا نطال هؤلاء المجرمين، ولكن نحن قلنا أن ضمير الإنسان كان حي، لأنه بكرة حيسألوك للجيل القادم حتقول لي عملي ما عملتوا شيء مع هؤلاء، من قلن كان فيه أوبستاكل. هلا أنا بعد ما بقدر قلك إذا ما فينا نروح المحاكم أو فينا، هذه بدها دراسة. طبعا بدها دراسة، بدها تكليف فريق معين محدد مختص، وأنا متطوع طبعا بهالموضوع. شكرا. نقدر نعمل بهالدراسة. فإذا دعوة للكل المعنيين. ولكن دكتور جوني أعلن على الهواء أنه متطوع بالموضوع. أكيد أكيد، هذا شرف لي. أنا بدي أشكرك على الوقت اللي أعطيتنا إياه، وقريبا رح نلتقي عبر صدفان. شكرا لك دكتور حسن جوني. شكرا لكم وتحية لكم جميعا. الله يعطيك العافية. شكرا.